السلام عليكم. ان شاء الله هنكمل حل كتاب الوسام المراجعة النهائية. احنا في امتحان الالتحاق بكلية الهندسة 2017. السؤال بيقول اوجد النسبة بين اقصر طول موجي الى اطول طول موجي في متسلسلة بالمر. متسلسلة بالمر العائدون الى المستوى الثاني. طيب عشان نجيب اقصر طول موجي يبقى احنا عايزين اكبر طاقة، يعني العودة من ما لا نهاية لحد ما نوصل للتاني. يبقى فرق الطاقة ساعتها هيبقى كام؟ هيبقى اتش في سي على اللمضة، وايه ما لا نهاية بصفر، وادي السالب في القانون، وايه 2 بسالب 13 و6 من 10 على 4 سالب سالب يبقى موجب. باستخدام الآلة الحاسبة هيطلع الناتج ده 3.4 من 10. يبقى لمضة في الحالة الأولى عبارة عن اتش في سي على 3.14 من 100. ادي كده المعادلة الاولى، كده كوننا البسط. تعالوا بقى نجيب اطول طول موجي في متسلسلة بالمر. اطول طول موجي يعني اقل طاقة، يبقى جاي منين؟ جاي من الثالث مباشر على الثاني، يعني الاعلى منه مباشرة، الاعلى من الثاني الثالث. يبقى ده فرق الطاقة اللي هو اتش في سي على لمضة 2. ايه 3 سالب 13 و6 من 10 على 9، وادي سالب القانون، وايه 2 سالب 13 و6 من 10 على 4 سالب سالب موجب. هيطلع الناتج عندك 17 على 9. يبقى اتش في سي على لمضة 2 17 على 9. يبقى لمضة 2 هتساوي الطرف المتصل 9 اتش سي على 17. طيب تعالوا كده نقسم لمضة 1 على لمضة 2. هنقول اتش سي على 3.4 من 10 في 17 على اتش سي، وادي 9. هنا دي هتروح مع دي، يبقى هنقسم دي كده بالآلة الحاسبة، هيطلع معاك الناتج 5 على 9. فيبقى الاختيار الصحيح هيكون رقم د. السؤال اللي بعده، جسيم مشحون تحرك ولم يتأثر بأي قوة مغناطيسية، تستنتج من ذلك ايه؟ عشان الجسم ده يكون متحرك وما يتأثرش بقوة، تعالوا نفهم ايه اللي يخلي مفيش قوة. الاف بيساوي بال بي اي ال ساين سيتا. علشان القوة دي تبقى بصفر يبقى احنا محتاجين ان الناتج ده يكون بصفر، وده ممكن يتحقق لو احنا عندنا الزاوية دي بصفر، وده يحصل لما يكون الجسيم بيتحرك موازي للمجال، تمام، وفي حالة انعدام التيار وفي حالة انعدام المجال. فانا لو عندي هنا اختيار في انعدام مجال او انعدام تيار او انعدام الزاوية عن طريق ان السلك موازي للمجال هنختارها. الجسم بيتحرك عمودي على المجال، لا دي كده هيتأثر بقوة. طب لا يوجد مجال، فعلا ممكن. طب الجسم بيتحرك موازي ب وجيم، صحيحة. طيب دال اما انه لا يوجد مجال او ان الجسم يتحرك موازي، اهدال دي جمعت ما بين جيم وب، فيبقى الاختيار الصحيح هيكون رقم دال. السؤال اللي بعده، في الدائرة الموضحة بالشكل تكون كفاءة تحويل الطاقة المصدر الذي قوته 20 فولت. عايزين الكفاءة للبطارية دي، فبنقول الكفاءة عبارة عن ايه؟ الكفاءة عبارة عن الـ V out على V battery في 100. الـ V out ممكن نكتبها عبارة عن V battery ناقص I for R على الـ V battery في 100. طيب الـ V battery قيمتها كام؟ انت محدد انت عايز البطارية 20، ماشي. I for R بقى اللي هتبقى عندنا مشكلة، مش عارفين التيار اللي ماشي في السلك ده ايه، تيار البطارية دي ايه. فانت عندك العقدة دي داخل هنا 1 وخارج هنا 3، يبقى اكيد داخل هنا 2، عشان يبقى الاثنين مع الواحد هما دول التلاتة. يبقى عرفنا التيار، يبقى I في R يبقى 2 في 1 ب 2، ماشي، 2 اهو، على ال 20 في 100، يطلع الناتج 90%، فتبقى الإجابة الصحيحة رقم ألف. شبه موصل به شوائب من مادة الفسفور هيكون لديه إيه؟ طبعا مادة الفسفور ده عنصر خماسي، وبالتالي العنصر الخماسي ده لما ينضاف للبلورة هيضيف لها مقدار كبير جدا من الإلكترونات، بحيث إن الإلكترونات هتبقى أكتر بكتير من الفجوات، يعني الاختيار الصحيح هيكون رقم د. رقم 5، فرق الجهد متردد قيمته العظمى 40 فولت. يبقى دي القيمة العظمى، فما القيمة المتوسطة خلال نصف دورة بوحدة الفولت؟ الإي إم إف المتوسطة خلال نصف دورة بتساوي ضعف القيمة العظمى على باي، ودي قانون إحنا حافظينه، ضعف الـ40 على الباي اللي هي 3.14 من 100
هيطلع الناتج رقم ب 25.48. تيار قيمته الفعالة 14 ملي أمبير، فما قيمة الفرق بين النهاية العظمى والنهاية الصغرى بوحدة ملي أمبير؟ لما بنيجي نرسم تيار متردد، تمام، هيبقى ده التيار المتردد، دي القيمة العظمى ودي القيمة الصغرى. يبقى أنا دلوقتي لو عايز أعرف الفرق يبقى لازم أعرف القيمة العظمى بكام والقيمة الصغرى بكام عشان أطرحهم من بعض. طيب أنا معايا العظمى، لا أنا معايا الفعالة، طب ما نقدر أحول الفعالة العظمى، مش إحنا عندنا الـ EMF effect بيساوي الـ EMF max على جذر 2، تمام. يبقى الـ EMF max تبقى بتساوي إيه؟ يبقى الـ EMF max هتساوي الـ effect في جذر 2، الـ effect اللي هي 14 في جذر 2، طبعا الناتج ده هيبقى 19.8. هو عايزها بالملي يبقى سيبها بالملي، يبقى دي 19.8. طب وهنا هيبقى سالب 19.8. طب هو عايز الفرق، خلاص نطرحهم، يبقى نقول 19.8 وهنطرحهم، والرقم ده نكتبه سالب 19.8 سالب سالب يبقى موجب، يبقى تتفاجئ انك بدل ما تطرحهم هتجمعهم علشان دي بالسالب، فيطلع الناتج ايه؟ هيطلع الناتج الاختيار رقم د 39.6. مصباح كهربي قدرته 100 واط يحول 3% من طاقة الكهربية الى طاقة ضوئية، فاذا كان الطول الموجي المنبعث 6625 انجستروم، فعايز عدد الفوتونات المنبعثة في الثانية. عدد الفوتونات المنبعثة في الثانية رمزها فاي ال، والفاي ال عبارة عن الباور على الطاقة، الفاي ال عبارة عن القدرة على الطاقة، تمام. طيب ادي الفاي ال المطلوبة وادي الباور والطاقة هنفكها ل اتش اف سي على لامدا، مقام المقام بسط. طيب احنا دلوقتي عندنا مشكلة، هل هنستخدم القدرة 100؟ طبعا لا، لانه مش كلها هيتحول لطاقة ضوئية، ده احنا هيحول 3% منهم، يبقى أنا عايزة كده الباور اللي هنستخدمها 3/100 من 100، يبقى الناتج 3 واط. يبقى القدرة اللي هنتعامل معها، يبقى الفاي اللي هتساوي، نشيل باور نكتب 3 ونكتب الطول الموجي 6625 عشان أنجستروم هنضرب في 10 والسالب 10، على الاتش اللي هي 6625 من 1000 في 10 والسالب 34 في سرعة الضوء اللي هي 3/10^8. هيطلع معانا قيمة الفاي ال 10^19، يعني الإجابة الصحيحة هتكون رقم ب. القدرة الكهربية المستهلكة في الدائرة الكهربية المبينة في الشكل 150 واط، تمام، دي القدرة اللي في المقاومة دي ولا دي؟ لا، في الدائرة كلها، في الدائرة الكهربية هي 150، فما قيمة المقاومة R بوحدة الأوم؟ طيب أنا دلوقتي هتعامل إزاي؟ هقول الباور بيساوي في باتري تربيع على الار توتال. طيب ليه بتعامل كده؟ لان دي قدرة الدائرة كلها. طيب يبقى الار توتال بيساوي الفي باتري تربيع على الباور، يعني نقدر نقول 15 تربيع على 150، يطلع الناتج 1.5. يبقى المقاومات المكافئة دول حاصل ضربهم على ناتج جمعهم ب 2.5، يعني 2 في ار ب 2 ار على 2 زائد R بيساوي 1.5. طيب نضرب طرفين في وسطين، 2 R في 1 ب 2 R، نوزع ال 1.5، 1.5 في 2 يبقى 3، 1.5 في R ب 1.5 R. هنبعد دي هنا بإشارة مخالفة، يبقى 2 شيل منها 1.5 يبقى نص R هساوي 3، يبقى ال R بيساوي 3 على النص يعني 6 أوم، فتبقى الإجابة الصحيحة رقم ب. السؤال اللي بعده عايز النسبة بين طاقة الفوتون وسرعة الضوء. احنا عندنا علاقة أينشتاين الإي بتساوي ام سي تربيع، هكتبها كده. فالعلاقة اللي بين طاقة الفوتون والسرعة هقول إي على السي، إي على السي ما ترجعش فاضي، هتطلع ام سي، ام سي دي هي كمية التحرك، فهتبقى الإجابة الصحيحة كمية تحرك الفوتون، وهنا هيبقى الإجابة 6. سؤال رقم 10، سلك مستقيم AB يمر به تيار شدته I1،
وضع بالقرب من سلك سي دي يحمل تيار شدته اي 2 كما وضح بالشكل. فاذا كان السلك اي بي حر الحركه فانه يصنع ايه؟ مين اللي بيصنع السلك اي بي؟ والسلك اي بي عايزه يتحرك، تمام، يبقى عايزه يتقشر بقوه مغناطيسيه. طيب ايه شروط التقشر بقوه مغناطيسيه؟ الاف بتساوي بي اي ال ساين ثيتا. اول حاجه، هل المجال، مجال مين بقى اللي موجود فيه؟ طبعا مجال السلك ده عمودي عليه، يبقى ساين 90، يبقى في مجال والسلك نفسه بيمر فيه تيار، اذا فعلا ينفع يتقشر بقوه مغناطيسيه. طيب القوه المغناطيسيه دي هتختلف قيمها على طول السلك، بمعنى انا ممكن اقول لك ان القوه هنا هتبدا، يبقى ده شكلها. ليه انا رسمت ان السلك هيتاثر بقوه مختلفه؟ لان الجزئيه دي من السلك قريبه من المجال في البي كبيره، فلما تيجي تعوض بالبي كبيره في الحته دي تطلع القوه كبيره. كل ما تبعد كل ما البي تقل، كل ما تيجي تعوض فتطلع الاف اقل 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 وهكذا. وبالتالي السلك ده هيتحرك، هيتحرك مفروض لاعلى، يبقى دي حركه انتقاليه، وفي نفس الوقت حركه دورانيه، لان الطرفين هيبقى عليهم قوتين مش متساويين في المقادير مختلفه اهي، يعني القيمه اللي هنا غير القيمه اللي هنا، فالسلك ده عليه قوه اكبر لفوق من ده، فده هيعلى عن ده، يبقى زي ما يكون ناوي يدور، هو مش هيدور دوره كامله ولكن عايز يتحرك حركه دورانيه. يبقى الاجابه الصحيحه هتبقى ايه بقى؟ هيبقى رقم ج، حركه دورانيه مع انتقالية. السؤال اللي بعده، الانبعاث المستحس ينتج عنه اشعاع ايه؟ طبعا من غير كلام، اشعاع مترابط اللي هو الليزر. السؤال رقم 12، قراءة الاميتر في الدائرة الكهربية المبينة في الشكل بتساوي ايه؟ هنا عايزين طبعا الاميتر ده تيار فرع، عايزين نبسط الدائرة دي. الفرع ده فيه مقاومتين على التوالي، بينهم تانية سلك يبقى دول توالي، واحد واحد اتنين، الفرع ده فيه اتنين مع الاتنين توازي، اتنين واتنين على التوازي تخلصهم واحد، يبقى الجزء ده كده هحذفه واكتب مكانه واحد اوم. يبقى ادي اهو واحد اوم، وبعدين هنا في اتنين اوم، وهنا في مقاومة ستة اوم، تمام. نكمل الدايرة، هنا اتنين اوم، وهنا البطارية اللي هي مين؟ 12 فولت، تمام. هتعامل ازاي بقى؟ هيبقى الفرع ده كده في واحد واتنين تلاتة مع الستة توازي، يبقى تخلصهم ايه؟ تخلصهم اتنين، وفي هنا اتنين على التوالي، توالي اجبار لان دي بقى على موجب البطارية، يبقى اربعة. يبقى المقاومة المكافئة في الدايرة دي اربعة اوم، يبقى التيار الكلي في الدايرة دي في باتر اللي هي 12 على اربعة هيبقى تلاتة امبير، يبقى التيار هيخرج من البطارية قيمته تلاتة امبير. هيجي هنا هيلاقي الفرع ده بستة والفرع ده بتلاتة، يعني الستة ضعف التلاتة، يبقى هيتجزأ التلت والتلتين. المقاومة الصغيرة تلاتة دي هتاخد ايه؟ تاخد تلتين التلاتة، يبقى تاخد كام؟ يبقى تاخد اتنين امبير، وهنا يعدي واحد امبير. طب تعالى نسجل الكلام ده هنا، يبقى الستة دي هيمر فيها واحد امبير، والمقاومة اتنين دي اهي هيمر فيها اتنين امبير، تمام. طيب الاتنين امبير دي هتيجي عند النقطة دي تتجزأ جزء في الفرع ده وجزء في الفرع ده قد بعض، لان الفرع ده فيه اتنين والفرع ده فيه اتنين، يبقى يعدي هنا واحد امبير ويعدي هنا واحد امبير، يبقى تيار الاميتر ايه؟ يبقى واحد امبير. في سؤال رقم 13، في الدايرة الموضحة فان الطاقة المغناطيسية المختزنة في الملف تساوي ايه؟ يا ترى في قانون نجيب منه الطاقة المغناطيسية المخزنة بداخل الملف؟ ايوه، لو احنا كده جينا بصينا كده على القانون هنلاقي ان الطاقة المخزنة في الملف يحسب قانونها من نص ال معامل حس ذاتي في اي تربيع. يبقى احنا دلوقتي هنتعامل بالقانون ده، هنقول ايه بقى؟ الطاقة المخزنة في الملف الاي بتساوي نص اي تربيع في ال. طيب اقدر اجيب التيار؟ ايوه، هقول الاي بتساوي البي باتري 10 على الار 2 يبقى 5، يبقى نص، هنربع التيار 25 في قيمة ال اللي هي 2، دي تطير مع دي ويبقى الناتج 25 جول
فتبقى الإجابة الصحيحة هتبقى رقم جيم. سؤال رقم 14، إذا زاد الطول الموجي لدبراولي البروتون بمقدار 25%، وذلك عندما قلت كمية حركته بمقدار بي او، فإن كمية حركته الابتدائية هتساوي إيه؟ طب تعالوا نترجم الجملة دي. هنقول إن الطول الموجي الجديد زاد عن الأول، ما بقاش لمضة واحد، بقى 25% من اللمضة الأولى، زي بالظبط واحد بيقبض راتب 1000 جنيه وقررنا نزوده 25% من 1000 جنيه، فاحنا عملنا كده، يبقى لمضة 2 بتساوي لمضة 1 زائد دي كده 25/10000 لمضة 1، يبقى لمضة 2 تساوي، اجمع الواحد زائد المقدار ده، يبقى 1.25/10000 لمضة 1. ده كده بخصوص الطول الموجي. طيب وبخصوص كمية الحركة، كمية الحركة اللي هي البي ال التانية قلت بمقدار بي او، يعني بي ال 2 عبارة عن بي ال 1 ناقص البي او. طيب ايه العلاقة اللي بين الطول الموجي وكمية التحرك؟ دبراولي قال ان اللمضة بتساوي اتش على البي ال، فاقدر اقول لمضة 1 على لمضة 2 بتساوي بي ال 2 على بي ال 1. تمام، لمضة 1 على لمضة 2 ما ترجعش فاضي، هتساوي 1/1.25. تمام، وهنا البي ال 2 عبارة عن بي ال 1 ناقص بي او على بي ال 1، يبقى هنا هجيب البي ال 1 بدالة البي او، زي هنضرب طرفين فوسطين دي في دي، تبقى بي ال 1 هتساوي، هتوزع المقدار ده عليهم، يبقى 1.25 بي ال 1 ناقص 1.25 بي او، هتودي دي الناحية دي ودي الناحية دي، دي بالسالب تجيبها هنا بالموجب، يبقى 1.25 بي او هتساوي 1.25 بي ال 1 ناقص بي ال 1، هيبقى الناتج ده كام؟ 25/10000 بي ال 1، وهنا زي ما هي. طيب عايزين بقى بي ال 1، يبقى بي ال 1 هتساوي البعيد على القريب، تقسم دي على دي تطلع معاك كام بقى؟ يبقى هنقول بي ال 1 هنا، بي ال 1 اهي عايز تجيبها، يبقى تقسم دي اهي المقدار ده بداله البي او على المقدار ده، يطلع معاك 401 بي او. يبقى الإجابة هنا الصحيحة هتبقى إيه؟ هتبقى الإجابة الصحيحة رقم جي. السؤال رقم 15، الشكل الموضح يبين مستويات الطاقة الإلكترون في ذرة معينة، أي انتقال يمثل انبعاث فوتون له أكبر طاقة، أكبر طاقة العائدون للمستوى الأول. طيب هنا ده مش عائد، خلي بالك ده ذاهب، أنا عايز العائدون للمستوى الأول، ده كده عائد المستوى الأول، ده التاني، ده التالت، لا العائدون للمستوى الأول، يبقى هنا هنختار الاختيار ده، يبقى رقم ب هو الإجابة الصحيحة. طيب يبقى فرق الطاقة بيبقى كبير، خصوصا لما نتعامل مع المستوى الأول. سؤال رقم 16، قضيب معدني يتحرك بسرعة منتظمة، ماشي، في اتجاه عمودي على، ادي هيتحرك في هذا الاتجاه، ده اتجاه الحركة، عمودي على الطول وعلى مجال، ونفترض انه موجود في مجال اكس، ماشي، اختر العبارة الصحيحة. يبقى أنا عندي قضيب من معدني بيتحرك بسرعة في اتجاه عمودي على الطول وعلى المجال، طبعا ده هيتولد فيه طيار، طيار مستحس، وهنقدر نحدد اتجاه الطيار بقاعدة فيلمين جلاد اليمنى، هنقول مثلا ده المجال مثلا، يعني وادي اتجاه السرعة، يبقى الطيار الأعلى، وساعتها هيبقى عبارة عن بطارية، البطارية هيبقى ده شكلها، وادام السلك هيجيب طيار والسلك بطارية، فانا ما اقدرش اقول ان القضيب بكامله له نفس الجهد، لان المتصل بالسالب جهد اقل والمتصل بالموجب جهد اعلى. طيب اقول اقصى قيمة للجهد عند المركز، ليه عند المركز؟ احنا عندنا طرفين، الطرف السالب ده اقل حاجة والطرف التاني هو اكبر حاجة، اقل قيمة للجهد عند مركز القضيب برضو ما تنفعش،
هناك مجال كهربي بداخل القضيب. ايوه، زي ما في مجال كهربي داخل البطاريه، ما هو بطاريه والبطاريه بداخلها مجال كهربي، يبقى اذا هناك مجال كهربي بداخله، وبالتالي الاجابه الصحيحه هتكون رقم ب. عند دفع القطب الشمالي المغناطيسي الى اخر الملف بالشكل، كان اقصى انحراف لابره الجلبانو يعني 10 وحدات لليسار. ما هو اقصى انحراف للابره دي عند دفع القطب الجنوبي للطرف الاخر وبسرعه مضاعفه؟ يعني اقصد ايه؟ انا دلوقتي بحرك القطب الشمالي ناحيه الملف، طب لو حركت القطب الجنوبي يعني يعني انا دفعت من هنا، يعني ايه برضو؟ يعني انا نفس الحركه نفس الاتجاه، هو مش هغير في الاتجاه، مش هغير في الاتجاه، ولكن انا غيرت في السرعه، السرعه هضاعفها، فلما هضاعف السرعه هضاعف التيار، وهيبقى اكتر من 10 وحدات، هنحرف اكتر من 10 وحدات بس جهه اليسار. يعني انا دلوقتي بدل ما انا بدفع بمسك المغناطيس من هنا وادفعه من الحته دي، او امسكه من هنا وادفعه من الحته دي، ادم في الحالتين تقريب من الملف، يبقى اكيد الاتجاه هيدنه ناحيه اليسار، لان انا ما غيرتش في اتجاهات حاجه، ولكن غيرت في السرعه فاتغير في قيمه، يبقى اكتر من 10 وحدات. سؤال رقم 18، اذا كان تركيز الالكترونات الحره في بالوره السيليكون النقي هو 10 اس 10. طبعا ادام قال النقي يبقى دي الان اي، يبقى الان اي عباره عن 10 اس 10، واضيف اليه فسفور، فسفور ده عنصر خماسي هيكون باربع الكترونات اربع رابط، وهيتبقى الالكترون الخامس هيفقده في البلوره ويتحول هو لان دونر. فاحنا بنكتب الحاله اللي هيقول اليها ان دونر، هو ده تركيزه اللي هو 10 اس 12، وهيكون مساوي لتركيز الالكترونات اللي سابها، لان كل ذره فسفور هتسيب الكترون، فبقى تركيز كل من الالكترونات الحره والفجوات. الالكترونات الحره احنا حسبناها، التركيز الالكترونات الحره هيساوي بالتقريب، طبعا احنا بنعتبره يساوي الان دونر يعني 10 اس 12. اما تركيز الفجوات هنجيبها من قانون فعل الكتله، هنقول الان في البي بيساوي ان اي تربيع، فتبقى البي عباره عن ان اي تربيع على الان، ان اي تربيع يعني 10 اس 10 الكل تربيع على الان، الان اللي هي 10 اس 12، هيطلع الناتج 10 اس 8. يبقى احنا دلوقتي عايزين الفجوات 10 اس 8 اهي، الفجوات 10 اس 8 والالكترونات 10، تركيز الالكترونات 10 اس 12، يعني الاجابه الصحيحه هتكون رقم الف. السؤال اللي بعده، في شكل مقابل عند تحريك مغناطيس نحو حلقه من الالومنيوم، فان التيار الناشئ في الحلقه يكون في اتجاه ايه؟ المغناطيس بيقرب فالحلقه تقول له ابعد، فعشان تقول له ابعد هتكون هنا قطب مشابه، قطب شمالي عشان تتنافر معاه، والقطب الشمالي تبع قاعدة عقارب الساعة هيكون اتجاه التيار فيه عكس عقارب الساعة، عكس عقارب الساعة يبقى نازل عند 2، يبقى نحو 2. السؤال اللي بعده، في شكل سلك من النحاس طوله، يبقى طول السلك 4 من 10 متر، موضوع في مجال كثافته البي عبارة عن 82 من 1000 تسلا. عند غلق المفتاح احسب القوة المؤثرة على السلك بوحدة ملي نيوتن. تمام، طيب نقفل المفتاح، وطبعا هو عايز اتجاهها، التيار هيخرج من القطب الموجب ماشي، هيبقى دلوقتي عندي قاعدة فيلمنج لليد اليسرى، المجال عمودي على الصفحة للداخل والتيار لأعلى، إذا هيتأثر بقوة جهة اليسار، يبقى لليسار ممكن دي وممكن دي. طب نعين قيمة القوة ونشوف أنهي الصح، هنقول اف بتساوي بي أي ال، البي ب 82 من 1000، والاي في باتري على ار يعني 12 على 47، والطول انهي طول بقى؟ السلك كله طوله 4 من 10، لكن انا هاخد الطول المعرض للمجال، الطول اللي موجود في المجال بس، هو ده اللي بيتعامل معايا، حيث ان ال هو الطول في المجال يعني 25 من 100، خلي بالكم الحته دي، يبقى انا هاخد 25 من 100، هيطلع معايا الناتج 5 و23 من 100 في 10 أس سالب 3 نيوتن، يعني 5 و23 من 100 ملي نيوتن، ولليسار، يبقى الإجابة الصحيحة هتكون رقم ألف. السؤال اللي بعده، عندنا دايرتين كهربيتين يوجد بهما نفس التيار المتردد، الأول تحتوي على محس يعني يقصد ملف نحاس يعني، والثانية تحتوي على مكثف فقط، فإذا زادت تردد القوى الدافعة في كل منهما فإن قيمة التيار. هنا بالنسبة للملف اللي هو في الدايرة الأولى محدش قال لي ثابت، يعني بمعنى إيه؟ بمعنى إن لو كان المصدر ده ثابت الجهد كنت أنا قلت ساعتها التيار
هيساوي الـ EMF على الـ XL، ده لو ثابت الجهد. طب لو كان الجهد ده دينامو وجواه تردد، هيبقى الـ I بيساوي ابن 2 باي F، طبعا لو انا بتكلم على الإفكت، ساين 45 على 2 باي اف ال، وكانت الاف طارت مع الاف، وكنت قلت التيار هيظل ثابت، بس ما فيش ولا دايره في دول يظل ثابت، يبقى ده معناه ان هو مش دينامو، ان الام اف ثابته، ان الام اف ثابته. فاكتب المعادله الخاصه بالدايره الاولى اللي فيها ملف، هقول ام اف على الاكس ال. انا ممكن افك الاكس ال دي 2 باي اف ال، وكده اصبح بين التيار والتردد علاقه عكسيه. فانت عملت ايه في التردد؟ انت ناوي تزود التردد، فلو زودت التردد يبقى التيار هيقل، يبقى التيار هيقل في الدايره الاولى. طب الدايره الثانيه هقول الاي بيساوي الاي ام اف على الاكس سي اللي هي 1 على 2 باي اف سي، مقام المقام بسط، يبقى الاي بيساوي الاي ام اف، وهنا 2 باي اف سي، فبين الاي والتردد علاقه طرديه، فانت ادام هتزود التردد يبقى الاي هتزيد، يبقى تقل في الدايره الاولى وتزداد في الدايره الثانيه، يعني الاجابه الصحيحه هتكون رقم ج. السؤال اللي بعده، عند دخول مجموعه من البروتونات والالكترونات تتحرك بسرعه كبيره في مجال موازي لاتجاه السرعه، مش عمودي، طب ما هو موازي، المجال موازي لاتجاه السرعه، يبقى مفيش قوه مفيش انحراف، يبقى هيحصل ايه؟ الاجابه هتبقى رقم ب، لا ينحرف اي من البروتونات، الاجابه رقم د، الاجابه رقم د، لا ينحرف اي من البروتونات او الالكترونات. السؤال اللي بعده، في الجهد الممثل ومديني معادلة، فإن القيمة المتوسطة لفرق الجهد دورة كاملة، طبعا خلال دورة كاملة الـ EMF المتوسطة خلال نصف دورة هتلاشي الـ EMF المتوسطة خلال نصف الدورة الآخر، وبالتالي المتوسطة خلال دورة كاملة هتساوي صفر. طيب إذا كان فرق الجهد عند محطة توليد الطاقة V والتيار اللي هيمر في الأسلاك I، مقاومة أسلاك نقل بالمحطة المستهلك R، فإن مقدار الطاقة الكهربية المفقودة في الأسلاك تبقى I تربيع في R، يعني الإجابة الصحيحة هتكون رقم B. سؤال 25، في الترانزستور BNB، إذا كان تيار المجمع، تيار المجمع يعني الـ IC 10 ميلي أمبير، وكانت نسبة 90% من الإلكترونات تصل المجمع، يعني بيوصل للمجمع 90% من تيار الباعث، تمام؟ طب ما تيار المجمع انت بتقول لي 10 ملي، يبقى 90% من تيار الباعث. طب ما نقدر اجيب تيار الباعث كده، يبقى تيار الباعث هيساوي 10% على 90، تمام؟ هيطلع التيار الباعث 11 ملي امبير. هل ده موجود في الاختيارات؟ لا، ده مش معناه ان انت اجابتك غلط، معناه ان هو هنا جيب لك في الاختيارات بالتيار الباعث، وكمان جيب لك تيار القاعده. حاول تجيب تيار القاعده كده، هنقول تيار القاعده عباره عن تيار الباعث ناقص تيار المجمع، يعني 11 شيل منها تيار المجمع اللي هو 10، يتبقى 1 ملي امبير، ما انا ما حولتش. طب ما هي موجوده اهي، يبقى الاختيار الصحيح هيكون رقم ج، يبقى احنا كده الإجابة هنا هتبقى رقم ج. السؤال اللي جاي كده سؤال عايز يعني دماغ، بروتون طاقة حركته 2 مليون إلكترون فولت، يتحرك عموديا على مجال منتظم، المجال ده قيمته 2.5 تسلا، فإن القوة التي يتأثر بها البروتون، أنا عارفة القوة، القوة بال بي آي ال، تمام، ادي البي، الاي هفكها لكيو على تي، ال هو البروتون لطول، بس ممكن اعتبر ال على التي سرعه، مسافه على زمن، يبقى البي بتساوي كيو في في، يعني الاف بتساوي بي في كيو في في. طيب ما يبقى كده البي عندي والكيو شحنه البروتون زي شحنه الالكترون 1.6 × 10^19، السرعه بقى، سرعة البروتون مش عندي، هل أقدر أجيب السرعة من طاقة الحركة؟ أيوه، مش الكاينتيك إنرجي بيساوي نص إم في تربيع، اضرب في 2 وجيب الجذر، خلي في في طرف وهات الجذر، هيطلع معاك السرعة بتساوي جذر 2 كاينتيك إنرجي على كتلة البروتون، أصل ده بروتون،
طيب ماشي، يبقى السرعة هتساوي جذر 2، الاتنين بتاعت القانون، كاينيتيك انرجي، الكاينيتيك انرجي 2 بس ميجا يعني مليون 10^6 بس الكترون فولت، فهضرب في 1.6 × 10^10^19، يبقى ضربت في 6 عشان هو مليون، وضربت في شحنة الالكترون عشان هو بالالكترون فولت، على كتلة البروتون، يا اما تجيبها من الآلة الحاسبة يا اما تجيبها من يعني تعمل عملية بحث سيرش عنها على اليوتيوب. هي كتلة البروتون ب 1.67 × 10^7. خلي بالك كتلة البروتون أكبر بكتير من كتلة الإلكترون، وخلي بالك في فرق. طيب كده السرعة هتطلع معاك قيمتها كام؟ 19.57 × 10^6، وأنت كده مظبوط لأن أقل من سرعة الضوء. تمام، يبقى أنا كده جبت مين؟ السرعة. طيب أجي أعوض بقى عشان أجيب القوة، هقول البي اللي هي 2.5، والشحنة اللي هي 1.6 × 10^10^19، والسرعة اللي هي 19.57 × 10^6، هيطلع الناتج 7.8 × 10^12 نيوتن، هتبقى هي دي الإجابة. فيبقى عندنا الاختيار الصحيح هيكون رقم د. تعالى كده، في أفكار جديدة جدا في الامتحان ده وأسئلة مستوى عالي. يسقط ضوء من أنبوبة تفريغ تحتوي على ذرة هيدروجين على سطح قطعة من الصوديوم، فإذا كانت طاقة الحركة الأسرع إلكترون ضوئي متحرر من سطح الصوديوم الرقم ده، وكانت دالة الشغل. طيب قبل ما أكمل المسألة، أدام قلت لي دالة الشغل، يبقى إحنا عندنا طاقة الضوء الساقط هتتجزأ لجزئين، جزء يحرر وجزء يحرك، اي وورك وكاينيتيك انرجي. تمام، وانت دلوقتي قلت لي على دالة الشغل الاي وورك موجودة 1.82 بالالكترون فولت، وقلت لي من شوية على طاقة الحركة، انت قلت لي اهو اذا كانت طاقة الحركة الاسرع للالكترونات ب 73 من 100، دي بالالكترون فولت ودي بالالكترون فولت، فانا ممكن اجيب لك طاقة الضوء الساقط، يعني اجمع الرقمين دول ويا بعض هيطلع معايا 2.55 الكترون فولت زيهم. طيب ماشي نكمل المسألة، وطاقة تأين الهيدروجين هي 13.6 الكترون فولت بيتوهج، وكتلة ذرة الهيدروجين برضو بيتوهج، فعايز عدد الكم المستويين اللذين انتقل منهم الالكترون ليصل الفوتون المسبب للانبعاث. طيب هو بيقول لك ايه؟ انت عايز من هنا الضوء الساقط ده او الفوتون الساقط اللي سبب انبعاث، هذا الفوتون نتج من العودة من مستويين للطاقة. هو عايز يعرف ده انهي مستوى من المستويين دول اسمهم ايه، يعني من مستوى كام لكام. فاحنا دلوقتي عرفنا الطاقة، طاقة الفوتون المنبعث، طاقة الفوتون دي ما هي الا فرق الطاقة اللي بين المستويين اللي بيسأل عنهم، يبقى الدلتا ايه عبارة عن 2.55، وممكن احولها 1.6 × 10^10^19، بحول الالكترون فولت للجول. تمام، انا هنا ممكن اجيب الطول الموجي للفوتون المنبعث، طب هيفيدني بايه؟ هقول لك دلوقتي، الاتش سي بيساوي اللمضة بيساوي الرقم ده، طب انا عايز اللمضة في طرف، اجيب اللمضة هنا والرقم ده هنا، يعني هتبقى اللمضة بيساوي اتش سي على ده، يعني ايه؟ يعني 6.625 × 10^34، ده قيمة الاتش، والسي 3/10^8 على الكلام ده 2.55 في 1.6 × 10^19، ايه اللي هستفاده لما اعرف الطول الموجي للفوتون المنبعث؟ الاول هيطلع ب 4.87 × 10^7 متر، يعني 487 نانو متر، برضو ايه اللي هستفاده؟ ده كده في منطقة الضوء المرئي، يبقى ده عائد للمستوى الثاني، فانا عرفت مستوى هو جاي منين ما اعرفش، بس هو رايح للمستوى الثاني، بس ممكن نقدر نجيبها، وخصوصا معاك فرق الطاقة، الدلتا اي بتساوي الاي ان ناقص الاي 2، يبقى احنا كده وصلنا بالمسألة زي مسألة عادية، المهم ان هو عايد للمستوى الثاني، بس هنا الاختيارات مش هتحتاج مني ان انا اعمل الكلام ده كله، ليه؟ لان مفيش غير اختيار واحد اللي فيه المستوى 2، بص كده هنا مفيش مستوى ثاني، هنا بس، هنا مفيش مستوى تاني، هنا مفيش مستوى تاني، يبقى الإجابة الصحيحة رقم ب. السؤال رقم 28، في المحول المثالي أي العلاقات التالية صحيحة؟ هيبقى بين الـ N والـ V طردي والـ I عكسي،
طيب تعالوا نشوف دي كده، ال N S على ال N B وال V S على ال V B، يبقى ال N زي ال V وال I عكسهم، يبقى قدام ال V S I B وهنا I، يبقى دي مظبوطة، رقم B هي الصحيح. السؤال رقم 29، إذا كان مقدار المجال الناشئ على بعد، طيب أنا معايا مسافة 10 سنتي يعني 1/10 متر من سلك موصل طويل يحمل تيار كهربي هو 10^5 تسلا، دي البي 10^5 تسلا، فما قيمة التيار؟ طيب ده كده سلك مجال ناشئ عن السلك، مجال ناشئ عن السلك عبارة عن ميو اي على 2 باي دي، الميو دي عبارة عن 4 باي في 10^7، وادي الاي على 2 باي دي. طب انا ممكن اختصر ال 2 باي مع ال 4 باي تبقى 2، يبقى قانون مختصر على السريع كده، يبقى البي بيساوي 2/10^7 اي على الدي. طب انا عايز الاي، يبقى الاي هيساوي الطرف المتصل بي في دي على 2/10^7. البي بكام؟ ب10^5، والدي بكام؟ 1/10، على 2/10^7 هيطلع الناتج 5 امبير، يعني الاجابه الصحيحه هتكون رقم ألف. من العناصر الأساسية الليزر هيبقى إيه بقى في دول؟ الوصفة الفعال طبعا، يبقى رقم ب. سؤال 31، ثلاث مستويات طاقة لذرة الهيدروجين كم بالشكل؟ إذا كانت الذرة في أدنى المستويات يعني هنا، فما هي أقل طاقة الفوتون بوحدة الإلكترون فولت يمكن أن تمتصها هذه الذرة؟ أقل حاجة توصلها للتاني، مش هي في أقل مستوى، يعني هي في المستوى الأرضي، أقل حاجة توصلها للتاني، يبقى انت محتاج فرق طاقة يوصلك للتاني، يعني E2 ناقص E1. E2 بكام؟ مكتوب عليها -3.4، وادي سالب القانون، و E1 -13.6، سالب سالب موجب هتطلع معاك 10.2، دي اقل حاجة. طب دور كده في الاختيارات هتلاقي الاختيار الصحيح هيكون رقم D. السؤال 32، الاطياف الذرية هي اطياف ايه؟ هي اطياف خطية محددة الأطوال الموجية، ما هيش متصلة أبدا، هي أطياف خطية محددة الأطوال الموجية، يعني الإجابة الصحيحة هتكون رقم ج. سؤال رقم 33، القدرة الناتجة من إشعاع نجم، طبعا معايا هنا القدرة، يبقى الباور بتساوي 4/10^28، الطول الموجي اللمضة كان بقى 4500 أنجستروم، يبقى في 10^10. عدد، عايز عدد الفوتونات المنبعثة في الثانية، عدد الفوتونات المنبعثة في الثانية اسمها الفاي ال، والفاي ال عبارة عن الباور على الطاقة، يعني الباور والطاقة عبارة عن اتش في سي على اللمضة، مقام المقام بسط، يبقى انا كتبت القانون ونعوض مباشر، الباور 4/10^28 والطول الموجي 4500 × 10^10، والاتش 6625 من 1/10^34، وسرعة الضوء 3/10^8، هيطلع معاك الناتج 9/10^46. هل ده موجود في الاختيارات؟ هنشوف كده الاختيارات، هنلاقي الاختيار الصحيح هيكون رقم ب. السؤال اللي بعده، إذا كانت طاقة الفوتون الشعاع A ضعف طاقة الفوتون في الشعاع B، فإن نسبة بين كمية التحرك، بصوا النسبة بين كمية التحرك زي النسبة بين الطاقة، الطاقة وكمية التحرك علاقة طردية، عشان الطاقة الـ E بتساوي MC تربيع، اكتبها كده CC، يبقى انت عندك هنا الطاقة بتساوي الـ BL في C، الـ C دي مقدار ثابت، يبقى بين الـ E وكمية التحرك علاقة طردية، فإذا كانت الطاقة هتزيد للضعف يبقى كمية التحرك دي تبقى الضعف، يبقى إذا كان طاقة فوتون في A ضعف B يبقى أكيد كمية التحرك A ضعف B، يعني 2/1، يعني الإجابة الصحيحة هتكون رقم ألف. سؤال رقم 35، ملف مساحته 2 متر مربع، يبقى معايا المساحة، تمام، وضع في مجال بحيث كان المجال عموديا على الملف، فإذا تغير المجال من 1/4 يبقى معايا الدلتا بي 3، ما هو 1/4 هتراحوا من بعض خلال زمن 2 ثانية، يبقى تي 2 ثانية، ماشي، وعايز ايه الاي ام اف المستحسة خلال لفة من لفات، يعني بقول لك عوض عن عدد اللفات بواحد، تمام، هنقول الاي ام اف المستحسة في ملف يبقى فرضية ان في دلتا فاي على الدلتا تي، يعني ان في ايه
في الدلتا بي على الدلتا تي. فين يا عم سالب لينز؟ بص كده في الاختيارات هتلاقي مفيش اختيار بالسالب، يبقى مش مهتم هو بالإشارة. تمام، يبقى أنا هقول هيساوي عدد الأبعاد بواحد، المساحة عندي قيمتها اتنين، الدلتا بي لو أنت كنت عايز تظبط الإشارة كنت هتكتب السالب هنا، وكنت هتطرح الحالة الأولى إلى يعني التاني من الأول، يعني واحد هي هتقول إيه كده، أربعة ناقص واحد كان هيطلع موجب تلاتة، كان كده هيبقى فيها سالب. طيب اتنين في المساحة اللي هي اتنين، اللي احنا بنقول المساحة هي اتنين، في البي اللي تغير في البي اللي هي تلاتة، على الزمن اللي هو اتنين، دي بتطير مع دي وتبقى تلاتة فولت. يبقى الإجابة الصحيحة هتكون رقم ب. السؤال اللي بعده في الشكل المقابل، احسب فرق الجهد على المقاومة تلاتة. هنا التيار هيخرج من القطب الموجب يروح على السالب في المسار المغلق ده، مش هيمشي في السلكالي، وهنا هيمشي التيار في من القطب الموجب للقطب السالب في المسار المغلق ده، مش هيروح على التلاتة، يبقى هنا الفرق الجهد هنا بصفر، فرق الجهد على المقاومة تلاتة هيبقى بصفر. السؤال اللي بعده، تستخدم أشعة الليزر لإحداث إيه؟ اعمل بحث حالا كده على الموبايل بتاعك، هتلاقي إن أشعة الليزر بتستخدم في إحداث اندماج نووي، تبقى الإجابة الصحيحة رقم د. السؤال اللي بعده، سلك طويل يحمل تيار كهربي ثابت عندما يثنى مكون عروة دائرية من لفة واحدة يتولد مجال قيمته ب عند المركز، فإذا ثني نفس السلك ليكون ملف من عدد n من اللفات، فإن المجال المتولد عند مركز هذا الملف بسبب وجود نفس التيار يكون ايه؟ طيب لما يكون عندك ملف دائري ويتم فيه إعادة تشكيل، هثني نفس السلك يبقى دي فيها إعادة تشكيل، فبستخدم النسبة دي، بقول بي واحد على بي اتنين، ممكن اكتبها بمكون واحد بس، ان واحد تربيع على ان اتنين تربيع، او ار اتنين تربيع على ار واحد تربيع. القانون ده ليه؟ لان التغير في عدد اللفات هيصاحبه تغير في نصف القطر، فاحنا ممكن ناخد القانون ده باختصار عشان ما نشوفش نصف القطر حصل له ايه. فانت عندك بي واحد ببي وبي اتنين، عايزين نعرف حصلها ايه، فعدد لفات في الحالة الاولى بواحد، عدد لفات في الحالة التانية بان تربيع، يبقى انت عندك بي اتنين هتساوي ان تربيع بي، يبقى الاجابة الصحيحة هتكون رقم ب. سؤال 39، A و B و C ثلاث مستويات للطاقة، بحيث ان طاقة المستوى C اكبر من B اكبر من A، فاذا كانت الاطوال موجية ان لامدا 3 هي من C ل A، ولامدا 2 من B ل A، ولامدا 1 من C ل B. تمام، فعايز يعرف قيمة لامدا 3. دايما لما يجي لك رسمة زي كده ويكون عندك خط فيه، الخط ده يعتبر هو لو انا لحمت ده في ده، يعني ده في ده هيديني لامدا 3، فمش مهم ان احنا نبحث عن طريقة الاستنتاج، القانون لامدا 3 بيعين بطريقة ظريفة جدا زي المقاومات اللي على التوازي، حاصل ضربهم على ناتج جمعهم، يعني لامدا 1 لامدا 2 على لامدا 1 زائد لامدا 2، واعتبرها حالة خاصة. يبقى طبعا هي ليها استنتاج بس عشان احنا نوفر في الوقت، يبقى لامدا 3 هيساوي حاصل ضربهم على ناتج جمعهم، يبقى الإجابة الصحيحة هتكون رقم ج. السؤال اللي بعده، أي من البوابات المنطقية الآتية سيكون خارجها واحد؟ واحد واحد عند الأند بواحد، واحد وصفر عند الأند بصفر، تروح عند النوت تبقى واحد، صفر وصفر عند الأور بصفر، صفر وواحد هنا بواحد، النوت تخليه بصفر، يبقى أنت عندك الواحد يبقى A و C، يبقى الإجابة الصحيحة هتكون رقم ج. السؤال اللي بعده بيقولك، فرق جهد متردد قيمته الفعالة 12 فولت أضيف إلى فرق جهد مستمر قيمته 18 فولت، فعايز أكبر قيمة لفرق الجهد. هجيب الماكس اللي هنا اكبر قيمه، يعني هبقول هستخدم الفعال ده اجيب له الماكس 12 جذر 2 واجمعه مع المستمر، يبقى 12 جذر 2 زائد 18 هيطلع الناتج 34.9، يعني بالتقريب 35 فولت. السؤال اللي بعده، محول كهربي بيحول من الى، يبقى ده الفي بي، يبقى الفي بي 220 فولت، والفي اس هتبقى 17.6، ده محول خافض، وبالتالي هعرف هنا عدد اللفات، يبقى عدد اللفات ال ان اس هي اللي هتبقى واحد، وال ان بي هي اللي هتبقى 10 عشان ده خافض. عايز الكفاءة، هقول الكفاءة بتساوي في اس ان بي على في بي ان اس في 100. تمام، يبقى ال في اس عندك بكام؟ ب 17.6، وال ان بي ب 10، وال في بي ال في بي عندك ب 220، وال ان اس ب 1 في 100، هيطلع الكفاءة 80%، يعني الإجابة الصحيحة هتكون رقم ب. السؤال اللي بعده، سلم العمود ألف ما يناسبه من العمود ب. تمام،
تعالوا كده نشوف هنوصل ايه بايه. احنا عندنا نموذج بور اتكلم عن مستويات الطاقة، ونموذج تومسون هو افترض ان فيه الكترونات سالبة، وهنقول بالنسبة طبعا احنا عشان نوصل الدي بالاس في هنا احتمالين. طيب وعشان نوصل الاي بالار كده احتمال، يبقى الاحتمال ب كده. تعال نجرب الاي مع الار والبي مع البي. تمام، البي مع البي اهي ثابت الذره، يبقى جهد التاين. والكيو والدي مع الاس، تمام الدي مع الاس، والسي مع الكيو، السي مع الكيو ده هو نموذج راذرفورد والنواه. يبقى الاجابه الصحيحه هتكون رقم ب. سؤال 44، غاز يتكون من ذرات هيدروجين وكانت الذرات في المدار الاول، ما هي طاقه الفوتون المطلوبه لنقل الذرات للمدار الثالث؟ يبقى تاخد فرق الطاقه بين اي 3 ناقص اي 1، يعني سالب 13 و 6 من 10 على 9، ودي سالب القانون، واي 1 بسالب 13 و 6 من 10 سالب سالب موجب، هيطلع الناتج تقريبا 12 و 1 من 10 الكترون فولت. يعني الاختيار الصحيح هيكون رقم ج. السؤال اللي بعده، ملف نحاس دائري نصف قطره معاك الار 5 من 100 متر، عدد اللفات 200 لفة، موضوع عموديا على مجال مقداره المجال قيمته 8 × 87 ألف تسلا. إذا تناقص المجال للصفر خلال فترة زمنية دلتا تي بتساوي 63 من 100، فعايز متوسط القوة الناشئة بالحس خلال تلك الفترة. هنقول الـ EMF هتساوي الـ N، عندي هنا الـ N بـ 200، والمساحة باي ار تربيع، يبقى 3 و 14 من 100 في 5 من 100 كل تربيع في الدلتا بي على الدلتا تي، يبقى 87 من 1000 على 63 من 100. يبقى احنا هنستخدم قانون فاراداي ان في دلتا فاي على الدلتا تي، وهنفك الفاي لايه في بي على الدلتا تي، هيطلع معاك الناتج 22 من 100 فولت. يعني الاختيار الصحيح هيكون رقم د. دائرة ار ال سي موصلة على التوالي بمقاومة مقاومته ار بتساوي 100 اوم، ماشي، وفرق جهد 200 فولت، وتردد 50 هرتز. فعند ازالة المكثف، فان التيار يتأخر في التورة عن فرق لما تشيل المكثف هيبقى فيش غير يعني هنقول تان سيتا هتساوي اكس ال على الار، يبقى تان 60 هتساوي اكس ال على الار اللي هي بمية، يبقى الاكس ال هتساوي 100 في تان 60 ب 173 واتنين من عشرة اوم. طيب وعند ازالة المحس فقط يعني الملف فقط، فان التيار تقدم في التورة عن فرق الجهد بزاوية 60، يبقى في خواص مكثف بس، يبقى تان سالب 60 هيساوي سالب اكس سي على الار سالب مع السالب، يبقى انت عندك الاكس سي بيساوي تان 60 في ار اللي هي 100، هيطلع نفس الكلام، هيطلع الاكس سي بتساوي 173 و2 من 10 اوم. وده معناه ان الاكس ال، انا كده بس بثبت ان الاكس ال بتساوي الاكس سي، فالدايره دي بحاله رنين، وبالتالي لو هو كان طالب اهو في ان قيمه التيار، يبقى الاي هتبقى عباره عن في على الار، الفي اللي هي 200 على الار اللي هي 100، هيطلع الناتج 2 امبير. يعني الاجابه الصحيحه هتكون رقم ب. في الدائرة المبينة بالرسم القدرة الكهربية المستهلكة في المقاومة ار 1، عشان نجيب القدرة هنا لازم نعرف التيار. طبعا السلكية دي مش معاها مسار مغلق، سيبك منها شيلها، والسلكية دي يبقى دايرتك هي الحتة دي بس، ونمشي كده مع القطب الموجب. طيب تعالوا نجيب التيار اللي ماشي في الدائرة دي، هنقول الاي بيساوي الفي باتر اللي هي 14 على المقاومات اللي في الدائرة 2 و 4 6 6 و 1، مقاومة داخلية يبقى 7، يبقى فيها 2 امبير. يبقى نقدر نجيب بقى الباور المستهلك في المقاومة ار 1، نقول اي تربيع في ار، الاي اللي هي 2 ربعها تبقى 4 في المقاومة 2 تبقى 8 واط. يبقى الإجابة الصحيحة هتكون رقم ج. السؤال رقم 48، عند انتقال شحنة موجبة من الطرف الأقل في الجهد إلى الطرف الأعلى في الجهد داخل مصدر كهربي، تعرف القوة الدفع الكهربية على إنها، على طول القوة الدفع الكهربية تعرف على إنها الشغل. يبقى سيبك من حتة القوة دي، الشغل هنا ممكن هنا. طب الشغل مبذول بواسطة القوة الغير كهروستاتيكية، طبعا هو الشغل احنا مش عندنا كهربية استاتيكية، احنا نتعامل مع القوة الغير كهروستاتيكية. بمعنى ايه؟ اولا الشغل
او بنقول فرق الجهد بيبذل شغل عشان ينقل شحنه. فانت عشان تعرف القوه الدافعه الكهربيه فلازم تجيب سيره الشغل ولازم تجيب سيره الشحنه. هنا الشغل مبذول بواسطه القوه الغير كهروستاتيكيه ماشي، بس ما جابش سيره الشحنه. هنا الشغل مبذول بواسطه القوه الغير كهروستاتيكيه لكل وحده شحنات، دي كده صح. القوه دي احنا استبعدناها، الشغل مبذول بواسطه القوه الكهروستاتيكيه لكل وحده شحنات دي غلط، لانها مش قوه كهروستاتيكيه. احنا مش بنتكلم عن الكهربيه الساكنه، احنا بنتكلم عن الكهربيه الساريه او المتحركه او التياريه، وبالتالي الاجابه الصحيحه هتكون رقم ب. السؤال اللي بعده، يدار مولد كهربي بسرعه 400 لفه في الثانيه، فما تردد فرق الجهد الخارجي بوحده الهرتز؟ التردد عباره عن ان على تي، يبقى دلوقتي هو 400. السؤال اللي بعده، كما بالرسم الموضح بالشكل، فإن السلك اي بي ينزلق على القضبان مثبتة بسرعة في، فإذا تم استبدال السلك اي بي بحلقة نصف دائرية فإن قيمة التيار الكهربي المستحس هيحصل له ايه؟ تمام، يبقى احنا دلوقتي هنقول ان السلك ده هنشيله ونعمل يعني جزء كده عبارة عن حلقة نصف دائرية. هل هيختلف قيمة التيار؟ احنا عارفين الاي بي اف اللي بتتولد في السلك بي ال في، مفيش حاجه هتتغير. هتقول لي ال هتتغير؟ لا، ال مش هتتغير، لان الطول هو عباره عن ازاحه الشحنات. فانا كنت هجيب الازاحه، يعني كنت هجيب السلك اللي هو ايه، اللي هو اي بي اصلا، وبالتالي هنا هتظل ثابته. يبقى الاجابه الصحيحه هتكون رقم جيم.